تتابع نفسك ما كنت تكون مضايق غيرك. ها؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما زلنا في صفة الصلاة، وقد وقفنا عند البند رقم 11، انتهينا من قراءة الفاتحة وقراءة السورة بعد الفاتحة. قل ثم يكبر رافعا يديه، يكبر لكي يركع، وتسمى هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال. يبقى عندنا في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ودي ركن، ثم تكبيرات الانتقال وهذه سنة، وعند الإمام أحمد يعتبرها واجب من واجبات الصلاة، ومبين طبعا هو ده القول الراجح. والدليل على تكبيرات الانتقال ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، يعني كل حركة فيها إيه؟ فيها تكبير. طبعا يستسلم ذلك إلى رفع من الإيه؟ من الركوع. وهذا مجمع عليه إلا في الرفع من الركوع، فعنده يقول سمع الله لمن حمده. قلنا حكم هذه التكبيرات عند الجمهور سنة مندوبة، وعند الإمام أحمد وبعض أهل الظاهر أنها واجبة، وده الراجح لأنه جاء في بعض الروايات المسيء صلاته ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. وده عشان كده بنقول ايه، لازم الاطمئنان، اطمئنان واستقرار الأعضاء بعد الحركة. ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد، وهكذا في كل حركة فيها إيه؟ يقول فيها تكبير. وده النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته أركان وواجبات الصلاة، عشان كده يعتبروا التكبيرات وقولهم سمع الله لمن حمده يعتبر كل هذا إيه؟ من الواجبات. طبعا حتة ركن وواجب وسنة دي هيفيدنا في مسألة الإيه؟ السهو. مسألة السهو في الصلاة إمتى يعني يسجد وإمتى ما يسجدش. طيب متى يبدأ التكبير؟ لما بيجي ينتقل من القيام للركوع، هل يبدأ لما يتحرك، ولا يبدأ الأول بعدين يتحرك، ولا يتحرك ويركع وبعدين يكبر؟ السنة أن يقول الله أكبر ثم يركع، هذه واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم صلاته، يعني قال ثم قول الله أكبر ثم أركع حتى تطمئن إيه؟ راكعا. والحالة الثانية اللي تقدم في حديث أبي حميد وأبو هريرة، ثم يكبر حين يركع،
يبقى عندنا حالتين اهو. يقول له ثم كبر ثم اركع، ثم كبر ثم اركع، يعني يقول الله اكبر وبعدين يركع. طيب كبر، وكان يكبر حين يركع، يعني الله اكبر اثناء الايه؟ اثناء الحركه. واما ما يفعله كثير من الائمه ان هو يركع الاول وبعدين الله اكبر، فهذا لم يرد فيه نص. واذا كلمت واحدا منهم يقول عشان الناس ايه؟ تسبقش، يعني عشان الناس بتخالف السنه احنا نخالف السنه، لا نعلم الناس السنه ونقول لهم انتوا لا تسبقوا الامام ولا تركع حتى ينتهي الامام من الايه؟ الركوع. كما جاء في حديث البراء بن عازب قلنا اذا صلينا خلف النبي عليه صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده لم يحني احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض، يعني في السجود حدش يتحرك الا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يضع ايه؟ جبهته على الارض. لا لازم نعم بالحركة نعم. فهذا الحديث دليل على انه يبدا التكبير عند الشروع في كل الركن، في الركن، والله يكبر حين يركع يكبر حين يسجد. ولكن لما يقول الله اكبر لازم يقول الله، يعني لازم يملى المكان كله الحركه كلها، هذا يقول به الشافعيه، يقول لابد من ايه؟ يملا الركن. وحجتهم في كده ايه؟ يقول حتى لا يكون هناك لحظه الا وفيها ايه؟ ذكر لله عز وجل. لكن ليس هناك دليل، لان ما فيش دليل انه لازم يمد التكبير كده. وكون ان ما فيش لحظه الا فيها ذكر، طب ما في السقوط اللي بعد القراءه وقبل الركوع، طب ما ده مفهوش ذكر. مش كان في سقطتين؟ السقطه الاولى كان بيقول فيها دعاء الاستفتاح، والسقطه الاخيره اللي هي قبل الركوع كان يسقط حتى يرد عليه نفسه، في الذكر. فهذا القياس يعني لا دليل عليه. ويقول الله اكبر نفسه امتد ما امتدش، لكن لا يكون ايه؟ متعمد. يعني بعض الائمه في السجود بالذات بتطول قوي معاه، يعني في الركوع قريبه، خصوصا كان بطيء الحركه كمان هو. الله اكبر، لا هذا لا يلزم، وان كان طبعا لا يبطل الصلاه. احنا بنتكلم عن ايه؟ صفه الصلاه، الهيئه الكامله والهيئه اللي احنا بنقول تجزئ. فهو اذا قال ذلك لا تبطل الصلاه، لكن هو المطلوب منه ان يقول الله اكبر، ولا يلزم ان يمد صوته. ثم يركع، ويسن للامام الجهر، يعني الامام سواء كانت الصلاه سريه او جهريه يسن له ان يجهر، فاذا كان الصوت لا يبلغهم يبلغ عنه احد المأمومين ليسمع الناس. كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما النبي عليه السلام شرحنا الحديث المره فاتت ان في مرض موته، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل فجلس، وابو بكر كان يصلي بصلاه النبي عليه الصلاه والسلام، والناس يصلون بصلاه ابي بكر، يعني هو الذي يسمع الايه؟ التكبيرات وحركه النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ده التكبير، احنا قلنا يرفع يكبر رافعا يديه. بتكلم دلوقتي عن ايه؟ التكبير تكبيره الانتهاء. طب رافعا يديه برضك يسن، يبقى رفع اليدين هنا برضك ايه؟ سنه. ورفع اليدين سنه في اربع مواضع. الموضع الاول عند تكبيره الاحرام، والموضع الثاني هذا اللي هو عند الايه؟ الركوع، والثالث عند القيام من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الاوسط. الى اين يرفع يديه؟ حيال فروع اذنيه، او زي ما قلنا في تكبيره الاحرام حذوه من كبيه حيول اذنيه، دي او ديت الاثنين ايه؟ جائزين. في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى يكون حذوه من كبيه ثم يكبر، فاذا اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك، واذا رفع راسه من الركوع
بعدما يرفع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وطبعا يكتب حديث آخر وإذا قام من السجدتين. وفي رواية البخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا بين السجدتين. وشيخ الألباني جاب روايات أنه كان يفعل ذلك أحيانا ولذلك لم يشتهر رفع اليدين إلا في هذه المواطن الأربعة. فإن رفع يديه في مواطن أخرى نقول بس إيه لا تتخذها عادة وسنة، يعني تفعلها إيه أحيانا. بعد ذلك ننتقل إلى الركوع نفسه بقى. يعني الحركة نفسها الله أكبر انزل يركع. الركوع ركن من أركان الصلاة والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. يبقى الركوع فيه حاجتين، في ركوع في طمأنينة، ده ركن وده ركن. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصلي صلاة إيه؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طب ما هو ركع، لا ما هو ممكن ركع الله أكبر سمع الله لمن حمده كده ركع ما ركعش، ركع لكن طمأن لم يطمئن. ما معنى الاطمئنان؟ قال أقل الاطمئنان أن تستقر الأعضاء. وطبعا العلماء لما بيشوفوا العوام ها عايزين يعني يأكدوا عليهم فبيقولوا لهم حتى تسبح تسبيح، هو ما فيش نص في كده في تسبح تسبيح، هم قالوا عشان يعني يتأكدوا ان هم سبحوا. ومع ذلك العوام بيسبحوا ونازل مفيش فايدة برضه. لكن احنا نقول الايه الركن ان تركع حتى تستقر الاعضاء، دي بقى دي اقل الاطمئنان. الله اكبر خلاص كده ايه انتهيت للحركة، وبعدين بعد كده بقى تسبح. بس إيه؟ اذا لم تفعل ذلك نقول اتيت بالركوع ولم تأتي بالطمأنينة فالصلاة لا تصح. كيف يركع؟ الصفة الكاملة هدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن ينحني ويضع يديه أو راحة يديه على ركبتيه، الراحة دي على والأصابع يفرجها كالقابض عليهما كأنه قافش في ركبته. مش مشكلة بقى البنطلون مكوى يكسر لك الكسرة بتاعت الكاوية، مش مشكلة يعني والسنة أحسن والثواب. يعني بعض الناس اللي حيت إيده كده إيه مطيرة على الهواء ليه؟ عشان المكوى. ربنا يهدي يا رب. وبعدين أن يقيم صلبه يعني ظهره حتى يقوم مستويا، لا يرفع رأسه ولا يخفضها، ولكن رأسه في مستوى إيه؟ سواء ظهره حتى لو وضع عليه يعني الماء استوى عليه. في بعض الروايات المصلي صلاته الحديث عوض إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، الراحة اللي هي إيه؟ كف الإيد، ثم فرج بين أصابعك ثم امكس. هنا بقى بيشرح له اللي إيه؟ طمأنينة. ثم امكس حتى يأخذ كل عضو مأخذة، يعني حركة الظهر خلاص وقفت على كده ولا الإيد ما بقاش في حركة. وفي رواية ووتر يديه ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، برجليه إيديه ما بقاش مشدودين كده ولكن معوجين شوية، وتر يعني جنبهم شوية كده. هيشرح الإمام الخطابي يعني إيه وطر يديه. قال وطر يديه يعني عوجهما، وأصله من التوتير وهو جعل الوتر على القوس، يعني إيه يحوضهم كده. وعند البيهقي طبعا احنا قلنا دي روايات أدلة على الكلام اللي احنا قلناه في الأول، كان إذا رقع بسط ظهره وسواه، وعند الطبراني وابن ماجه حتى لو صب عليه الماء استقر، يعني يمزم ميه يعني ها تيجي يمين ولا شمال. قال وكان لا يصوب راسه ولا يقنع، ولكن بين ذلك لا يصوب راسه يعني لا يخفض راسه ولا يرفعه. نظره ما جاش في الرجوع حاجه، بس هي
يعني موضع الارض يعني يكون هو محل السجود او بين رجليه، ما جاش فيها نص ليه. طيب اقل الركوع بقى ايه اللي احنا نقوله لو ما عملتش كده صدق؟ دي طبعا الوضوء الكامل، ده له الركوع الكامل اللي هو خير الهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن افرض واحد ما عملش كده، واحد راح انحنى وايده وصلت ركبته كده ركع خلاص، يبقى الركوع المجزئ اللي نقول صلاتك صحيحه يا عم ان شاء الله يعني، بس المره الجايه اعمل بالسنه عشان تاخذ ثواب اكثر، لكن كده صلاتك صحيحه. الركوع المجزئ ان تصل يديه الى ركبتيه، لكن لو انحنى كده وايديه لو مدها ما توصلش لركبته يبقى ده ايه، ما ركعش، ده بس انحنى بس. ها لكن الركوع اللي احنا نقول ركع ان لازم ايده لو مدها توصل لايه؟ للركبه. كونه بقى سوى ظهره رفع راسه وطى راسه، ها ما وطرش ايديه، كل دوت ايه؟ سنن مكملات ومحسنات للوضوء للركوع، ولكن ركوعه مجزئ. افرض واحد لم يستطع ان ينحني، اذا لم يقدر على ان ياتي بادنى الانحناء دوت، يعني عنده حاجه في ظهره ما يقدرش حتى يوطي يوصل ايده لظهره، يبقى اتقوا الله ما استطعت، ينحني على قدر ما يستطيع، ينحنى على قدر ما يستطيع، لان النبي يقول اذا امرتهم بامر فاتوا منه ما استطعت، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فان عجز عن الانحناء ما يقدرش ينحني خالص، يبقى بايه؟ اطرق براسه كده، يبقى كده ركوع بالراس، يعني اومأ براسي او بطرف عيني اذا ما قدرش كمان ايه يتني راسه. الملحوظه الثانيه، يشترط في الركوع الهوي من قيام بنيه الركوع. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا واقف جات له دوخه ولقى نفسه بيقع، راح مسك ركبته قال سبحان ربي العظيم. لا، هل هذا نوى الركوع؟ امال ده يعمل ايه؟ لازم تقف، لازم تقف تاني وتنوي الركوع وتقول الله اكبر وتركع. اما اذا وجد نفسه منحنيا غصب عنه او مثلا ساعات بيحصل بقى الخطا اللي بيحصل ده ممكن يتكرر معانا، الامام مثلا بيقرا ايه السجده يوم واحد ايه ساجد والامام ركع، هو المفروض انت ما زي ما الشيخ احمد بيقول لنا انت تتابع الامام ما تعملش حركه، انا شوف الامام عمل ايه، فالامام ركع الثاني عشان حافظ الايه، اول ما قال فاسجد واقترب راح سجد، وبعدين فوجئ انه الامام ايه راكع. ايه اللي بيحصل بقى؟ الناس بيعمل ايه في الموضوع دوت؟ بيقوم على الركوع، بيقوم على الركوع على طول. لا، الركوع لابد ان ياتي من قيام. الصح يعمل ايه؟ يقوم يقف. ها؟ انا بتكلم عن المأموم دلوقتي. انا بتكلم عن المأموم، المأموم دلوقتي غلط وسجد. وبعدين وجد الامام راكع. فلازم لما يجي يقوم عشان يدرك الركوع انه يقوم يقف وبعدين يركع، يقوم يقف وبعدين يركع. ليه؟ لانه يشترط في الركوع الهوي به من قيام بنيه الركوع. فلو سقط على الارض مثلا او سجد مخطئا فتذكر ثم قام الى الركوع لا يجزئه، بل الواجب عليه ان يقف ثم يركع. يكره التطبيق في الركوع، تطبيق انه ايه؟ يضم ايديه كده يحطهم بانفخاده، يعني يركع يعمل ايده كده مش يحطها على ركبته. وده كان جائز في الاول، يعني في اول مشروعة الصلاة كان يجوز، لكن بعد ذلك نسخ. فعن مصعب بن سعد، سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه جميعا، قال صليت الى جنب ابي
فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. ملحوظة رقم 4 يحرم قراءة القرآن في الركوع وطبعا والسجود. يحرم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب عند مسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ راقعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وسبحان ربي العظيم، ركع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، واستقلت قدمي لله رب العالمين، سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، دي كلها إيه؟ تعظيم للرب سبحانه وتعالى. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم، يعني جدير أو خليق. بالنسبة للدعاء إذا اقتبس دعاء من القرآن، هو لا يقرأ القرآن إنما يدعو، ولا مانع أن يقتبس من القرآن، كان يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهو ما بيقراش بنية القرآن إنما بيقراه بنية الإيه؟ الدعاء. يجوز الدعاء ركعة؟ لا، الدعاء في السجود. نمرة 5 إذا أدرك الإمام راكعا يعتد بهذه الركعة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وطبعا جاء في ذلك أحاديث، طبعا لازم بس يلاحظ هنا نقطة مهمة، وهو أن يكبر تكبيرة الإحرام كاملة وهو واقف. الكلام ده قلنا قبل كده، ما ينفعش يجي إيه ولا بحرف منها أثناء الحركة، إنما لابد أن يأتي بالتكبيرة كاملة وهو واقف ثم يركع مع الإمام. وأما إن كبر الإحرام في أثناء ركوعه فصلاته لا تنعقد، تقول بصلاته بطلة، هو أصلا ما صلاش، لا تنعقد. وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين. ملحوظة 5-6 يستحب لمن أدرك الإمام على حالة أن هو يتابعه على حالته. في بعض الناس مثلا الإمام ساجد يفضل واقف، يعني بيقول لك أنا السجود ده مش محسوب، ها خليني واقف لما يقوم. أو في التشهد الأخير يفضل حتى يوقف الناس، استنى 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 عشان يعمل جماعة جديدة. يقول لك لا، الصحيح أنك تدخل مع الإمام، وإدراكك مع الإمام في إمام الجماعة الأولى خير لك، ولو كنت متأخرا خير لك من أن تنشئ جماعة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني ما تحسبش الايه الركعة دي. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركعة، المقصود بالركعة هنا في مقابلة السجود، قال المقصود بها الركوع، عشان كده في بعض الرواة رواه بالمعنى، وده ضعفت هذه الرواية، فمن أدرك الركوع أدرك الصلاة. لكن هي من أدرك الركعة، عشان كده اللي بيقولوا إن إدراك الركوع لا يتم بالصلاة، بيقول لا، الحديث بيقول الركعة مش الركوع. بيقول لك هنا الركعة جاءت في مقابل إيه؟ السجود. إذا أدركتم، إذا أتيتم ونحن سجود فلا تعدوها. ومن أدرك الركعة يبقى الركوع. فقد أدرك الصلاة يعني حسبت له. نعم. يعني في رأي بيقول أنا رأيي إن هو يصلي مع الإمام أولا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فسجودوا، يعني تتابع مع الحالة اللي فيها. الأمر الثاني أن إدراك الجماعة الأولى ولو في التشهد الأخير خير من أن ينشئ جماعة ثانية، يعني زي بالظبط ايه واحد اتشعلق في القطر هيوصل بدري عن اللي ايه مستنى القطر الثاني يقعد في الدرجه الاولى،
انت متشعلق، لكن ايه ادركت القطار الاول، ادركت القطار الاول. فهذا الجماعه الاولى لا يعدلها شيء، حتى ان هناك من العلماء من منع من الجماعه السليم، وهي لما يجي يتكلم عن صلاه الجماعه. فالجماعه الاولى انسان اذا خرج من البيت يريد الجماعه يكتب له اجر الجماعه، فلا يفوت هذا الايه هذا الامر. انا عارف طبعا في من الائمه او من العلماء يقول انه لا استنى عشان تنشئ جماعه ثانيه، لكن الصواب ها وتر اللي عملهم كده عوجهم، يعني هو رقع كده ايده حاجه بسيطه، لا يوتر يعني يعوجها حاجه بسيطه. نقول وليطمئن في ركوعه، الاطمئنان ركن عند جمهور اهل العلم، وخالف في ذلك الحنفيه. اقل الطمانينه ان يمكس في هيئه الركوع حتى تستقر الاعضاء. قلنا هذا الكلام، تقدم امر صلى الله عليه وسلم صلاته بالاطمئنان في الاركان، يعني مش في الركوع بس، كل ركن لازم يطمئن. قال يقول في مسند ابي علي وسلم النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده. يعني الله اكبر، سمع الله الحمد لله، الله اكبر الله اكبر، يخبط دماغه في الارض يقوم، ده النقر. فقال لو مات على هذا على حال هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي ياكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيء، يعني لا هو كل ولا هو ايه يعني شبعان. فهذا بس اسمه صلى لكن ما صلاش، ارجع فصلي فانك لم تصل رغم انه صلى. هو الحديث جه في كده ان الرجل كان بيصلي كانش بيصلي كان بيصلي، الرسول قال له انك لم تصل، وراح ثاني صلى ثاني وجاء قال له ارجع فصلي فانك ثلاث مرات، قال له لا اصل غير هذا يا رسول الله فعلمني. فعلمه بقى النبي عليه الصلاه والسلام اللي احنا بنشرح فيه ده كله، أركان الصلاة وواجبات الصلاة. وعن ابن مسعود عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، يعني يستقر. قال الإمام الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة. أظن كلها إيه كلام واضح أنه إذا الإنسان لم يطمئن يبقى كأنه لم يصلي، أو هو لم يصلي في الحقيقة. واحد ركع ركع ما كبرش ركع وركع على طول كبر يعني اهم حاجه تدغدغه الاحرام وواقف. لا هو ما عمل العمل غلط، ممنوع يعيد الصلاه. هو عمل ايه؟ يعني هو دخل على الامام راجع فراح على طول ركع على طول. لا ما ينفع، ما صلاش اصلا. يعني احنا دلوقتي مثلا بنقول عيد الصلاه. هو ما صلاش عيد الصلاه طبعا. طيب بالنسبه للاسغار هيجي مع اسغار السجود لان الاحاديث شامله الاثنين. بعد ذلك نقول ثم يرفع راسه من الركوع للاعتدال قائلا سمع الله لمن حمده. وبعد ما يرفع راسه ليه؟ ربنا لك الحمد، او ربنا ولك الحمد. يعني يجوز دي ويجوز دي، ويجوز ان يزود قدامهم اللهم. يعني اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى عندك اربع ايه؟ اربع في صيغ. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا ايه جائز، كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه احنا صح. يعني هذا وارد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهياتي هذا في الاسقار ان شاء الله. نعم. وصفة الاعتدال ان يقوم حتى يعود كل عظم إلى موضعه ويستقر. يعني العظام نفس الكلام يرجع كل، طبعا في الركن ده بالذات أكثر الناس لا تطمئن فيه، لأنه ما فيهوش بقى لا ذكر ولا يعني
الأذكار المعهودة يعني التسبيحات وكده، فتلاقيه سمع الله ولله الحمد الله أكبر على طول. ولذلك ورد أن سيدنا أنس لما رأى الناس قالوا ماذا تنكر؟ قال إن هم لا يصلون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع يقوم حتى يقول القائل قد نسي، وإذا قام من السجود يجلس حتى يقول القائل قد نسي. لكن الغالب يعني لو استقر يبقى كويس، لكن كثير من الناس لا يستقر صلبه. طيب الإمام بيقول ربنا ولك الحمد، المأموم يقول، الإمام يقول سمع الله لمن حمد، عفوا الإمام يقول سمع الله لمن حمد، ثم يقول ربنا ولك الحمد، يعني الاثنين للإمام ثابتين. طب بالنسبة للمأموم بقى، إلى اختلف أهل العلم، هل المأموم يقول التسميع والتحميد أم يقول التحميد فقط؟ يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يما هو يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد، ولا برضك يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، في خلاف بين أهل العلم. البعض تمسك بأن يقول ربنا ولك الحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ربنا ولك الحمد فقولوا، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نحن نقول ربنا ولك الحمد. والبعض قال لا، هذا لا يمنع أن تقول التسميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا كان يقول سمع الله لمن حمده يبقى نقول مثله سمع الله لمن حمده، وهذا هو الرأي الثاني وهو الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الألفاظ الواردة قلنا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يبقى دي الألفاظ الواردة في الايه الاعتدال. طيب هل هناك أذكار تقال في هذا الركن؟ زي ما يسأل الحاج صابر الله يكرمه، نعم، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أهل بفتح اللام يعني على تقدير حذف إيه؟ حرف النداء، يا أهل الثناء يعني يا الله، يا أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا من الأسماء الخمسة يعني صاحب الجد السلطان، لا ينفع صاحب السلطان والغنى منك السلطان والغنى، لا ينفع سلطانه وغناه منك، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الأموال ولا إلى المناصب ولكن ينظر إلى القلوب. طيب يبقى ده دعاء. دعاء تاني، اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، يعني في زيادة هنا، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ها؟ نعم. الحديث السادس أن رجل جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله من الحمد، فقال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ قال رجل أنا يا رسول الله، قال قد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. برضك من الأحاديث في قيام الليل كان يكرر قوله لرب الحمد، لرب الحمد يكررها حتى يكون قيامه قريبا من ايه؟ من ركوعه او نحوا من ركوعه. ملاحظات:
الاعتدال الواجب أن يعود بعد الركوع إلى الهيئة زي ما قلنا، لازم يرجع زي ما كان، إن كان قاعدا يبقى قاعد وإن كان واقفا يبقى واقف. لو رفع رأسه ثم سجد بعد ما سجد شك، يا ترى أنا رفعت أو رفعتش، هل الاعتدال تم ولا لا، لازم يقوم تاني عشان يتأكد يعني أنا اطمأننت في القيام ولا اطمأننتش، لازم يقوم حتى يطمئن وبعدين ايه يسقط ويبدأ يسهو. برضك زي ما قلنا في الركوع ان الركوع لابد ان يأتي من قيام، بنقول برضك هنا في الاعتدال لابد ان يعتدل من اجل الصلاة لا لشيء اخر. يعني واحد برضك راكع حاجة خضته وهو ماشي، هو راكع كده لا كده فراشة تخش عليه ولا قطة ولا فأحد خضر أم وقف، أنا خلاص سمع الله لمن حمد. لا هل يغزي هذا؟ لا يغزي، لازم يركع يركع تاني ثم يقوم للاعتدال. ها؟ الأصل عدم الاعتدال؟ فين الأصل عدم الاعتدال؟ نعم. الأصل عدم الاعتدال إيه؟ ونكمل بقية الكلام يا شيخ عادل. لا 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 ماشي. لا هو لا أيوه ده هو ساها دلوقتي، هل شك في اعتداله أم لا؟ يعني هو اعتدل وما اعتدلش؟ الأصل اعتدل وما اعتدلش؟ هنقول واحد شك، ما هو طبعا هو الشيطان طبعا ما يكون يعني، ما كل اللي بيشك في الصلاة ولا يدري ثلاثة ولا أربعة نقول له خليهم ثلاثة وده مين دوت اللي عمل له كده؟ ما الشيطان، ما الرسول قال كده حتى يأتي فيقول له اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري ثلاثة أم أربعة، فإذا فعل ذلك فليبني على ما استيقن، يعني يقول من غزو الشيطان. ما هو واحد ممكن يقول لك الله شكيت، طب ارفع من الصلاة وعيد الصلاة، وبعدين يجي في السجود يطلع من الصلاة وعيد الصلاة لغاية ما ايه يزهق، يا اما يصلي وهو بيخون نفسه يقول لك لا خلاص بقى انا كل شوية اطلع، يا اما يسيب الصلاة خالص. احنا بنقول لا ظبط، ها الحاجة اللي انت شكيت فيها ازاي تعالجها، بتعالجها انك انت والله شكيت ما اعتدلتش، يبقى الاصل عدم الاعتدال، يبقى ترجع للاصل، والاصل هو الايه اللي بيرجع ليه، ودي طبعا قاعده الاصل بقاء مكان على مكان. طيب واحد ركع وجاي يقوم ما قدرش، حصل اي حاجه في ظهره، انزلاق غضروف في مصر، ربنا يعافي الجميع، يبقى ينوي بقلبي الاعتدال، هو مش قادر يقوم، انا اقوم بالعافيه، فهو ينوي بقلب الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده، ها ويشوف بقى هيعرف يسجد ولا هيقعد على كرسي ولا هيعمل ايه. اذا نسي التسبيح في الركوع بعد ما وقف افتكر انه ما سبحش يرجع، نقول لك لا لا يجوز، سواء قلنا سنه او واجب، يعني على قول الجمهور سنه، والسنه ما ينفعش يرجع عليها، وعلى قول الامام احمد واهل الظاهر انها ان التسبيح واجب، والواجب لا يرجع إليه إنما يسجد له سجود سهو. يبقى في كلتا في جميع الأمور، أمال إمتى يرجع؟ ده لو ترك الركن، واحد افتكر إنه ما ركعش أصلا، ها هو ساجد افتكر ما ركعش، يعمل إيه؟ لازم يقوم يقف ويركع ويكمل صلاته ويسجد بآخر السهو. شرحنا المسألة دي، قلنا الخلاف اللي فيها بين الشافعية والحنابلة، إذا كان افتقر قبل أن يأتي بالركن الذي مثله عند الشافعية، وعند الحنابلة إذا بدأ في الركعة الجديدة، يعني إذا بدأ في الركعة الجديدة يلغي الركعة اللي فاتت خلاص، عند الشافعية ما يلغيش الركعة اللي فاتت إلا إذا جاء لنفس الركن، يعني مع سبيل المثال نفس الركوع لو افتكر هو ساجد يبقى على جميع المذاهب هيقوم يقف
وياتي بالركوع ويكمل ويسجد. افتقر وهو في السجده الثانيه يبقى نفس الكلام، يرجع ويركع ويبقى اللي عمله قبل كده ده لغو. افتقر وهو واقف بقى في الركعه اللي بعديها، هنا يحصل الخلاف. عند الشافعيه برضك يركع ها ويكمل صلاته لانه ما جاش لنفس الركوع، ما جاش للركوع لسه. ولك عند الحنابلة طالما بدأ في الركعة الجديدة خلاص اتلغت الركعة اللي ايه اللي فاتت. قال ابن قدامة ان فعله يعني نسي التسبيح ثم عاد للركوع عمدا بطل صلاته، اما اذا كان جاهلا او ناسيا لم تبطل. 15 الطمأنينة في الاعتدال. قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. اللي بين الركوع والسجود ايه؟ الاعتدال. لا يقيم صلبه يعني لا يطمئن. والنبي عليه الصلاه والسلام قال المسيء صلاته ثم ارفع حتى يعود او ترجع العظام الى مفاصلها. يعني كل عظم يرجع لايه؟ لموضعه. زي ما كان قبل الركوع يرجع لما بعد الركوع. عشان كده العلماء اختلفوا ان شاء الله الخلاف اللي هي الحديث ده هيدينا فائده يعني. المهم ان هذه الاحاديث تدل على ايه؟ وجوب الطمانينه. ومن هنا قالوا طيب ما الرسول بيقول حتى يرجع كل عظم الى موضعه او حتى يعود المفاصل الى موضعه. هي مفصل الايد قبل الركوع كان فين؟ على سايبهم ولا على صدره؟ قالوا على صدره. فهنا قالوا اذا يرجع كل عظم الى موضعه يبقى يرجعه للموضع الذي كان عليه. والقول الثاني بيقول لا، المقصود يرجع كل عظم الى موضعه يعني الاطمئنان. ولا يشترط ان يعود يعني يحط ايده على صدره. فده من هنا جاء خلاف هل يضع اليدين على صدري ولا ما يضعهمش على صدري. طبعا هو في حديث ثاني برضك استدل به من يقول وضع اليدين على الصدر، وده طبعا هو قول الارجح والله اعلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاه. والسدل نوعين، سدل ثياب وسدل بدن. سدل الثياب انه هو يحط الثوب على راسه ولا على اكتافه من غير ان يدخل يده في اكمامها. يبقى حاطه اسدال كده على راسه، اسدال المراه برضه اخويا عمله اسدال، حطه كده على راسه وخلاص. يعني هم عللوه بعلل مش ورده في الحديث، بس هو الرسول نهى عن السدل وهي طبعا في المنهيات. سدل البدن، سدل البدن يعني سيبه، سيب ايده. وهل يطلق السدل على البدن؟ قال نعم في حديث سراقه. حديث سراقه في قصه الهجره، ان سراقه كان ركب على فرسي وقد سدل رجليه، يعني دلد رجليه. اذا السدل يطلق على الايه؟ على البدن ايضا. فده برضك استدل به من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل فيرى انه لا يجوز انه يسيب ايديه، ولكن لان ده سدل فيحط ايده على ايه؟ على صدره. مع الحديث طبعا اللي احنا قايلينه من شويه ثم يضع يعود كل ما عظم الى مفصله او الى موضعه يعني يحطها على ايه؟ على صدره كما كانت قبل التعب. وهنا طبعا الخلاف ده خلاف معتبر، وزي قال الامام احمد خلاف اجتهاد، يعني ما فيش نص انه يضع على صدره، ولكن من الاحاديث اجتهد العلماء. قال الامام احمد هو مخير، الامام احمد رحمه الله قال هو مخير بين ارسالها وبين وضع اليمنى على اليسرى. يبقى مش هنمسك في بعض بقى، مش هنعمل مشكله. والله هتقدر تبين الحجه واقتنع بيها اهلا وسهلا. قال لك لا انا بقلد الشيخ الالباني مثلا، لان الشيخ الالباني طبعا بيرى انه وضع انه لازم ينزل ايديه، وان الصلاه جاءت لنا عن طريق بالتواتر العملي، ودي اهل الاسلام يعني اراء. فالمساله اجتهاديه، مفيش مجال احنا نبدع بعض يعني. ولكن الراجح ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من ان الوضع يكون على الصدر كما كحاله قبل الركوع. وذلك لعموم الحديث بان وضع اليد يكون على الصدر في القيام. في بعض الاحاديث امرنا ان نضع ايدينا على صدرنا في القيام، ولم يفرق بين القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع. وفي قوله
للمسيء صلاته حتى يعود كل عظم إلى موضعه. ومعلوم أن عظم اليدين كان على الصدر قبل الركوع. ومما يستدل به أيضا أنه نهى عن السدل في الصلاة، وإن كان بعضهم فسره بسد الثوب، إلا أنه يقال النهي عام يشمل سد الثوب وسد الأعضاء وهما اليدين. والله أعلم. سد الثوب أن يضع الثوب على رأسه أو على كتفه دون أن يدخل، يعني يجيب العباية مثلا كده ويحطها على إيه، على كتافه، وما يدخلش إيده في الإكمام. هذا هو السد. ما مالك ده شفته؟ لا لا، الإمام مالك يعني حتى اللي بيقولوا كده بيقول هو سد يده بسبب لما ضرب، اتهم ان هو ضد الدولة وضربوه لغاية ما قدرش يحط ايده على صدره، الله اعلم. لكن هو لم يفعل هذا، يعني ليس في مذهبي هذا الكلام. ثم يكبر ويهوي الى السجود ويسجد. يعني عندنا هنا ايه، ثلاث مسائل: تكبير، طريقة الهوي للسجود ازاي ينزل، حكم الايه السجود. التكبير اتكلمنا عليه انه زي ما قلنا كان يكبر في كل قفز رافع، يعني قلنا الله اكبر. لكن هل في رفع يدين هنا؟ قلنا لا، وان كان في بعض الروايات انه كان يفعل ذلك احيانا، لكن الغالب مواضعه لم يكن يفعل ذلك. الهوي الى السجود، كيف يهوي الى السجود؟ هل يضع يديه قبل ركبتيه ولا يضع ركبتيه قبل يديه؟ خلاف بين اهل العلم. في الحديث: اذا سجد احدكم فلا يبرق كما يبرق البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. شفت البعير؟ عارفين البعير الاول؟ ها؟ الجمل ولا الابل؟ ماشي. لما بيجي ينزل بينزل ازاي؟ ها؟ اللي بينزل الاول من ورا الاول ولا قدام؟ ها؟ هو بيتني لقدام وبعدين ينزل على الورا، صح كده؟ وبعدين بيكمل قدام، صح كده؟ يعني الحته اللي بتعمل بوم انهي واحده فيهم؟ الله يرحمه الشيخ الألباني كان يعني هو كان تعبيره كده. يبقى الركبتين اللي ورا هم اللي بينزلوا الاول. عشان كده بعض العلماء قال ان الحديث زوت في قلب، لان الحديث هنا بيقول وليضع يديه قبل ركبتيه. يعني هو دلوقتي عايزين يقول ان الجمل بيحط الركبتين الاول وبعدين بيحط الايه؟ الايدين. فهم دلوقتي بيقول لما انت هتعمل كده ان تحط تنزل بالركبتين الاول، يبقى انت اشتبهت بالايه؟ بالبعير. لان الرسول قال لك عايز يضع يديه قبل ركبتيه، حط يديك الاول. فنقول هو ده فعلا، هو البعير لما بينزل بالركبتين مش بالايدين. قالوا لان ركبة البعير في المؤخرة، لا، ركبة البعير في المقدمة. فهو لما بينزل بالحتة اللي ما فيهاش الركب، وبعدين بينزل بعد ذلك الركب. فانت ما تنزلش بالركب عشان ما تبقى زي البعير، انت ما تشبهش البعير، لا تتشبه بالبعير، فما تنزلش ركبتك الاول، حط ايديك الاول. ويبقى الحديث ما فيهوش قلب، الحديث ايه صحيح، انك انت بتنزل بايديك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا يؤيد هذا، يعني حد بقى قلبه مش قلب على الراوي اتقلب على الكلام، يقول لك سيدنا عبد الله بن عمر كان اذا صلى يضع يديه اولا ثم ركبتيه ثم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يبقى ايه؟ سيدنا ابن عمر شرح لنا حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والشيخ الحويني اظن فيه ليه رساله اسمها نهي الصحبه عن النزول بالركبه، ويبقى السنه انك انت لما تيجي تسجد نزل ايديك الاول وبعد نزل ركبتين وبعد نزل راسك، ولما تقوم تبقى بالعكس، يعني اخر حاجه على الارض تبقى ايه ايديك، لانه كان يقوم معتمدا على يديه كالعاجن. العاجن اللي هو بيضرب، عارفين بيضرب العجين يعني ضرب يده دي بالبنيه كده، هو برضه كان يقوم كالعاجن. عاشق عادل عايز عاشق عادل النهارده يا عم صابر. العبايه او احد العلماء قال ان تشبهوا اهل الكتاب. ما دخلش يلغوه. مشبه بأهل الكتاب. ممكن، وبعدين هو في تشبه بالكفن. بعضهم قال كده عامل زي الايه؟ انه يحط ايده كده ويكفن نفسه. والبعض قال عشان ما تظهرش عورته، لكن دي طبعا لو هو لابس ثوب واحد. لا الغتر ده لباس الرأس، احنا بنتكلم على واحد لابس عباية ولا ساعات بيجيب الجاكيت برضه يحطه على اختافه كده من الباب. تقول له ان السنه تضع يدك في نهي، طبعا هو نهي كراهه. بعد ذلك السجود وهو ركن من اركان الصلاه، والطمانينه فيه ركن برضك، كيف يسجد الكمال هدي خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعظم، الركبتين والكفين وبطون اصابع القدمين والايه والجبهه مع الانف. اي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد سجد معه سبعه اعراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وقع الخلاف في السجود على الجبهه والانف، لازم الاثنين ولا كفايه واحده؟ يعني لو سقط على الجبهه وما سقطش على الانف، عند الحنفيه يجوز حتى لو نزل على الانف بس، ها يعني يحط الانف بس من غير الجبهه، يجوز يحط الجبهه من غير الانف. لكن الراجح انه لابد ان يضع الجبهه. ليه؟ لانه راجع في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين. يعني لازم أنفه وجبينه يكونوا على الأرض. هيئة السجود أن يضع هذه الأعضاء على الأرض، يضم إيديه في اتجاه القبلة، بطون أصابع القدمين للهيئة الكاملة، بطون أصابع يعني رجليه كده تبقى على الأرض كده، وإيه صوابع رجليه على القبلة برضك، ويضم عقبيه تبقى رجليه مفتوحه يعني عند القدمين. كتير من الناس اللي فاتح رجليه كده، لا السنه ان يضم عقبيه، وان يجافي بين بطنه وفخذيه، ما تبقاش بطنه لازع على فخده، وان يجافي بين يديه وجنبه بايده كده، حتى النبي عليه الصلاه والسلام كان ايه يرى بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم. معلش هنا في مشكله، احنا بنقول طبعا الكتف في الكتف مع اللي جنبي، فانا ما بقدرش افتح ايدي كده. في الجماعه ماشي، لكن لو انت امام او منفرد اصلا انت بعد ذلك. هيئه السجود ان يمكن هذه الاعضاء ويضم اصابع يديه ويوجههما الى القبله، ويجعل خفيه على الارض حذو من كبي دي برضه جنب نفس الكلام، ويستقبل باطراف اصابع رجلين القبله ويرفع يديه عن الارض ويباعدهما عن جنبه. فعن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. وفي رواية أن النبي سجد واستقبل بأصابع رجليه القبلة. طبعا في بعض الناس للأسف ما بيحطش رجله على الأرض أصلا، خاصة في السجدة الثانية. السجدة الأولى بيبقى واقف وبينزل ومظبوطين، السجدة الثانية بقى ما بيقعد بيحط رجله على بعض، فلما بيجي يصغر بيكسر يشيل رجله ثاني ويحطه على الأرض، يبقى محطوطين فوق بعض، وهذه تبطل الصلاة.
وفي بعض الروايات كان يعتمد على كفيه ويضم أصابعهما وجهها وبيوجهها إلى القبلة. وفي حديث كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد يعني في الركوع يفرج أصابعه، في السجود ضم أصابعه. وفي رواية ويرص عقبيه، أن الرجلين تضم، العقبين القدمين من وراء تضم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، حط ايده على الارض كده، ها هذا خطا. طيب ملاحظات: اذا اخل في السجود بعضو من هذه الاعضاء بطل الصلاه. عشان كده بنقول ايه، مساله الرجل بالذات خطيره. يعني هل يجب ان يباشر الارض بهذه الاعضاء؟ يعني مثلا لو خل لابس جوانت لازم يخلعه، لو لابس كمامة ده يعني خلاص بقت الفقه في القمامة دلوقتي. خلينا نقول دلوقتي الكلام عن كور العمامة، هو الخلاف في حتة الجبهة، محدش بيتكلم في الموضوع التاني. فبعض العلماء يقول لك لازم يخشف جبهته، ليه؟ يقول لك عشان يباشر الأرض. نقول له ليس هناك دليل على ذلك، هو مباشر الارض حتى لو ايه، لو في طاقيه موجوده. هو مباشر الارض دليل ان لو قعد على الفرس نقول له ايه، قعد على الفرس، هو ما قعدش على الفرس، ده قعد على السرج بتاع الفرس. يعني احنا عاطين شلته وبيقعد عليها ومع ذلك نقول قعد على الفرس. تاني حاجه انك انت جيت على الجبهه فقط، طب وبعدين وبقيه الاعضاء؟ الركبتين جوه اللبس، هنقول لك قور يعني اقطع هدومك عشان تبقى على الارض. وقد تكون لابس الخفين، حدش قال يخلع خفين في الصلاة. وقد يكون لابس ها جوانتي ها قفازين، محدش هيبقى قال له اخلع قفازات. يعني بقت الموضوع في الايه، في الجبهة. فالراجح انه لا تبطل الصلاة. والامام ابن قدام يقول يعني من باب بس تأليف القلوب، يعني الواحد ما يتعمدش ذلك، يعني عشان تعرف العوام ها لو شافوا الإمام كده جميعهم ممكن يعملوا لك مشكلة، فمن باب تأليف القلوب. لكن أنت لو شفت واحد ما تقولوش عيد الصلاة، أنت خلي عندك فقه وصحيح ده صلاة صحيحة وليس باطلة. لذلك يقول: لا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء الأرض، فإذا سجل على قول العمامة أو قم أو زيني فالصلاة صحيحة على الراجح. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. واشترط الشافعي ان يضع الجبهة على الارض، بان يحصل الجبهة العمامة عن جبهته، يعني لازم يكشف الجبهة. وهذا الخلاف من حيث الوجوب، لذا قال ابن قدامة في المغني: والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. يعني مسألة ايه، خرج من الخلاف بس، لكن بحيث الراجح فلا تبطل الصلاة. الاصح النهوي للسجود يقوم بوضع اليدين زي ما قلنا قبل كده، ثم الركبتين ثم الوجه. التنكس في السجود شرط لصحة الصلاة، يعني التنكس أن تكون أسافله أعلى من أعلي، يعني يبقى ساجد على الهيئة اللي احنا عارفينها، يعني رأسه مأخذ مقعدته أعلى من رأسه. لأن واحد ممكن ودي أرض إيه؟ يعني أرض منحدرة ها؟ ويوم هو جاي عليها وساجد كده يصح هذا السجود؟ لا يصح هذا السجود. أو ينبطح ينام على الأرض هيحط الجبهة والإيدين والركبتين هل يصح؟ لا يصح، لازم التنكس في السجود على الهيئة المعروفة. فإذا بنتكلم عن المعتاد دلوقتي، فإذا كان العكس لم يصح، وذلك بأن يسجد على مكان مرتفع عن الأرض، وإن استوي ففي خلاف، والأرجح أنها لا تصح يعني منبطح. فإن كان به عذر لا يستطيع السجود إلا كذلك، فالأصح أنه يصلي بالخفض أي بالإنحناء. يعني لو مش هيقدر يصلي الا كده، انه مكان لا نقول له هنا لا انت مش غير متمكن، يبقى تقعد ها وتنحني، ولكن لا 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 تسجد هذا السجود. وكذا لا يصح السجود المنبطح، ولو كانت هذه الاعضاء عليها يعني على الارض، يعني منبطح على الارض، مع ان الاعضاء على الارض برضك، لكن لا يصح، لان في هذه الحاله ما فيش ايه، ما فيش تنقص. يحرم قراءة القرآن في السجود زي الركوع زي ما تقدم. حاضر. ما يفعله بعض الأئمة
من انه يمكن جهته السجود ثم يكبر. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، يعني بعد ما يسجد يقول الله اكبر والخطا، وهو لا يبطل الصلاه، لكن السنه ايه؟ ان يكبر ثم يسجد، او يكبر حين السجود. وحجتهم في ذلك حتى ليسبقوا الماموم، هذا تصرف خطا من هؤلاء الائمه ومخالف للسنه، والصحيح انه يكبر حين يسجد كما تقدم حديث ابو هريره، وعليه ان يعلم الناس السنه، ومع ذلك فالصلاه صحيحه لكنه خالف السنه. نقف بقى عند ايه؟ الاذكار التي تقال في الركوع والسجود، ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.